يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، وعودنا إليكم في حلقة جديدة من برنامج شهر الغفران. وحلقتنا لهذا اليوم فيها أسئلة جديدة، وأيضا زي ما عودناكم في كل مرة راح نبدأ هذه الحلقة بسؤال الجمهور لحلقة يوم أمس. وإيش إجابته؟ سؤال الجمهور لحلقة يوم أمس كان يقول: من هو السلطان الذي شيد قصر الباغ بغيل باوزير؟ من هو السلطان الذي شيد قصر الباغ؟ نشوف من هو السلطان هذا الذي شيد قصر الباغ في غيل باوزير. ألا هو السلطان عمر بن عوض القعاطي؟ هو السلطان الذي شيد أو بنى قصر السلطان القعاطي. من يا ترى اللي فاز معنا في فقرة سؤال الجمهور؟ الفائز معنا هو محمد سامي علي با صديق. محمد سامي علي با صديق، ألف مبروك يا محمد، ربحت جائزة مقدمة من مجوهرات بمسلم، الاسم اللامع الذي يستحق الثقة في عالم المجوهرات.